كيفك؟ good. استفدت شيء من هذا الكورس هلا؟ yeah, of course. شو؟ فوتوشوب داز 3D وفوتوغرافي of course. اوكي في عندك شيء حابه تقولي؟ no. اوكي ثانكس. استفدت شيء من هذا الكورس؟ اكيد شو استفدتي؟ فوتوماتكس بركي اكثر شيء حبيت لانه يعني انا حسيت حالي هونيك اكثر وفوتوشوب اكيد بس بدي بعد اكثر قصص. طيب وبالفي بيز يعني بالقصص بالفوتو يعني هولي كان لازم بدي اياهم اكثر. اوكي ثانك يو فيري ماتش. هاي هاي اتش دي ار اوكي فوتوشوب اوكي فوتوماتكس فوتوماتكس اوكي ولايتنج. اوكي ثانك يو. جيتا بما انه عم تحكي كثير فيني اسألك شو استفدتي بهذا الكورس؟ استفدتي شيء من هذا الكورس؟ اكيد استفدت. شو استفدتي؟ كل شيء صرت اعرف كل شيء ما كنت اعرف وعملت براتيك على كل شيء ما كنت عامل عليه براتيك. طيب بيوتيفول ثانك جينز. كيفك؟ استفدتي شيء من هذا الكورس؟ ايه. شو؟ فوتوغرافي فوتوشوب داز اوكي طيب فورورد. هاي تيما. هاي وينو خيك؟ على الطريق. استفدت شيء من هذا الكورس؟ ايه اكيد صار عندي برسبكتيف ثاني يعني it added to my original knowledge وبحس بits and pieces of everything وبعد بدي استفيد بعد ما خلصنا. بيرفكت. هاي شكري. هاي استفدت شيء من هذا الكورس؟ جدا. شو استفدت؟ مش عارف اعبر عنهم بس انه صرت اعرف شوف مظبوط الصوره. اوكي. اعرف اخذ صوره مظبوط. و بالداز و3D صاروا بيرفكت. ثانك يو. هاي زينب. كيفك؟ استفدتي شيء من هذا الكورس؟ كثير. شو استفدتي؟ يعني خاصة بالتصوير. اوكي. في صور كثير انه كنت مفكرة انه هي ما محروقة مثلا او ما بتسوى او هيك بس انه طلع في لها شيء ثاني يعني منظر ثاني. كيف بتصفيها بطريقة ثانية؟ اوكي بيرفكت. وغير هيك بكون في شغلة ارت فيها الصورة بتكون انه الشغل كلها فيها ارت ضو والعتمة. اوكي. كثير حبيت. ثانك يو فيري ماتش. هاي مان. كيفك؟ وصلت شيء بهذا الكورس؟ كثير طبعا. استفدت؟ يعني كم المعلومات الهائلة اللي اعطيتنا اياها يعني بدها هي شوية تعب منا نحن 100% كثير حلو. هي تجربة حلوة ان شاء الله كمان نستمر شيء ثاني. طيب ثانك يو. ميرسي. اوكي. هاي هاي كيفك؟ good you know yes. حسيتي حالك انبسطتي بهذا الكورس اول شيء؟ yeah at the beginning it was very hands on كثير حبيت. okay. وحبيت the Vegas photomatics. I wanted more Photoshop but it's good, it's a good introduction. okay. I'm not scared of it anymore which is cool. beautiful. thank you very much. okay سليم كيفك انبسطتي شيء بهذا الكورس؟ very much. شو استفدتي؟ Everything, especially knowing the digital SRR, how we use it and stuff. It was hopeless قبل, but it's nice now. Beautiful. Yeah. Naz, how are Hi. You? Good. I'm fine. Okay. استفدت شيء من هذا الكورس؟ Did you benefit anything from this course? I benefited a lot from this course because I came into this course kind of knowing very little, and I feel that the work that you gave. The homework and the reading material, it's a very solid foundation and I'm very happy that I took the course. Okay, thank you very much. Hi. Hello. سلامتك. Thank you. كيفك؟ انبسطتي شيء بهذا الكورس؟ ايه كثير انبسطت. اوكي شو استفدتي من هذا الكورس؟ حسيت حالك استفدتي شيء؟ يا تعلمت على نيو بروجرامز مثل داز وفيجاس وهيك، اتس ريلي نايس. اوكي. حابة تقولي شيء غير هيك؟ No, that was great. It was a great experience. Okay, perfect. Thanks. Hi. Hello. كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. غير الصور الحلوين عم تشوفهم، انبسطتي بهذا الكورس؟ أكيد. أوكي، حسيتي حالك استفدتي شيء؟ أكثر شيء HDR، إنه كنت تشوف أشياء ما كنت أعرف عنهم. أوكي، perfect. انت عندك اكسبيرينس كان قبل بغير قصص ما هيك؟ انه اخذين كورس فوتوغرافي بس صراحه مركز قبل ما ركزت هون بدي اكثر اعرف. طيب بيرفكت ثانك. هاي هاي كيفك؟ يو ابسنت لاست تايم رايت؟ اي واز. اوكي جود. طب انبسطتي بهذا الكورس؟ يا اي ديد. اوكي حسيت حالك تعلمت شيء جديد مثلا؟ يا ماي فوتوغرافز هاف امبروفد ديفينتلي وذر اتس باي ليرنينج هاو تو يوز ذا كاميرا بيتر اور فوتوشوبينج ذم بيتر. بيوتيفول. في شيء غير هيك حابين تقولوا؟ Thanks. هدي we love fashion TV star. هاي عاش مين شايفك أول شيء؟ هاي كيفك يا مان؟ good. انبسطت شيء بهذا الكورس؟ كثير. طب حسيت حالك تعلمت قصص؟ ايه تعلمت عدة أشياء. طب ليه ما عم تنزل ولا شيء على الجروب لنشوفه نحن شو عم تعمل؟
عنده وقت. لا هلا ما بعرفش. بتنزلهم بعدين؟ اي خلاص؟ بروميس؟ طيب بيرفكت ثانكس. هاي مع ليت يو ليت مع انترفيو دغري. هاي كيفك؟ هاي الحمد لله. فيك تحطي شنطة إذا بدك. اوكي انبسطت شيء بهذا الكورس؟ اكيد كثير. حسيتي حالك استفدت شيء؟ اكيد كثير كمان. شو تعلمتي؟ كثير تعلمنا اشياء يعني في الفوتوغرافي وفي ال 3D animation واللايتنينج، كثير اشياء تعلمنا. طيب بيرفكت. ثانك يو فيري ماتش. حابين نشوف شغلك بس. ما عم تشوف شيء. لأنه ما في كاميرا شو يوم عاملة. عاملة فيديو أنا بس الكاميرا ما في كاميرا. طيب بيرفكت. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو.